شهد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات وبحضور عدد من المسؤولين المعنيين لحظة انضمام طائرة فليكس كومبي الجديدة إلى أسطول طائرات شركة الطيران الخاصة تكسل إير المتخصصة في الشحن الجوي وصيانة الطائرات، والتي تتخذ من البحرين مقرا لعملياتها وتسير رحلاتها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصولا إلى الأسواق العالمية. يوما بعد يوم تثبت البحرين نفسها كمركز إقليمي متنام في قطاع الملاحة الجوية والخدمات اللوجستية، نظرا لوجود التشريعات المتطورة المطبقة في هذا القطاع، وما انضمام طائرة فليكس كومبي الجديدة إلى أسطول شركة الطيران الخاصة تكسل إير المتخصصة في الشحن الجوي وصيانة الطائرات، والتي تتخذ من البحرين مقرا لعملياتها وتسيير رحلاتها، خير دليل مؤكد على ما تقدم ذكره. فليكس كومبي العملاقة من طراز بوينغ 737 تعد الأولى من نوعها عالميا في تعدد الاستعمالات، والتي تم تطويرها لتوفير أكثر حلول تأجير الطرف الثالث تنوعا على مستوى الأسواق في وقتنا الحاضر. هي عبارة عن طائرة جديدة من نوعها في الاندستري، فليكسي كومبي يسمونها، ان هي تقدر تغيرها من داخل حق عمليات الشحن المختلفة، فبيكون اضافة جديدة الى قطاع الطيران في البحرين. الشركة ما شاء الله ناجحة، وهذه الطيارة بالذات بتكون اضافة جديدة حق السوق في الخليجي، اعتقد الوحيد اللي هي متوفرة حاليا. وايضا سمعنا اليوم من الشركة انهم ايضا راح يجيبون الطيارة الرابعة في خلال ايضا عام واحد، فنتمنى حق الشركه التوفيق. وجود هالشركات في البحرين شيء مهم. هذه الطائره فريده في امكانيات تشكيل بنيتها الداخليه وفق 7 تركيبات مختلفه لعده استخدامات مدنيه وتجاريه وانسانيه، وتغييرها في اطار زمني قياسي، مع توفر ميزه المرونه في عدم المساس باحجام البضائع المشحونه وسعتها. طائرة الشحن تكسل إير سيكون مقرها البحرين، وستقوم برحلات إلى دول المنطقة وقارة آسيا وأوروبا انطلاقا من مملكة البحرين، وسنستلم طائرة شحن أخرى من هذا الطراز خلال الشهور الستة المقبلة. الطائرة تكسل إير متخصصة في نقل الشحن والمسافرين، بما في ذلك نقل البضائع ذات القيمة العالية ونقل المسافرين والمواد الغذائية وغير ذلك الكثير. من شركة طيران الناشئة، أصبحت تكسل إير واحدة من شركات الطيران الرائدة في صناعة الشحن الجوي وصيانة الطائرات على المستويين الإقليمي والدولي. هي طائرة لا يمكن حصر استخداماتها، مرونة في طبيعة تنقلها وبين استخدام وآخر، لا يحتاج التغيير من طائرة مدنية لتصبح طائرة شحن جوي أو وسيلة نقل إغاثية وطبية سوى 48 ساعة. نموذج متقدم في عالم صناعة الطيران على مستوى العالم. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.